مسيكم بألف خير وأهلا وسهلا فيكم، وشكرا لاستضافتكم لنا، وإحنا فخورين فيكم وفخورين في قناتكم وعملكم الصحفي المميز، واتاحتكم الفرصة للالتقاء بالأكاديميين والباحثين وإعطائهم الفرصة للحديث عن مشوارهم الأكاديمي والبحثي وإنجازاتهم التي قاموا بها. والله يعني أول شيء أشكركم أنكم أتحتوا لي هاي الفرصة، وأنا حاب يعني أبلش من البدايات منذ الطفولة. طبعا أنا درست في مدرسة الفقهاء الثانوية للبنين. هاي المدرسة يعني هي مدرسة من المدارس الأقل حظا، والحمد لله بالصبر والمثابرة والجهد المستمر وعدم اليأس استطعت بإذن الله، طبعا بتوفيق من الله عز وجل وبدعم من والدي ووالدتي وتشجيع مستمر، أنه الإنسان يجب أن يسعى وراء طموحه ولا يجعل العقبات والصعوبات تقف عائق في طريق التقدم والنجاح. صحيح، ممكن دائما هي بتكون دافع ومحفز. نعم صحيح، وهي يعني دائما الصعوبات اللي تواجهنا يجب أن نأخذها بجانب إيجابي، لأنها تصنع من الإنسان قوة أكبر وقوة دافع أكبر لتحدي الصعوبات والتكيف معها. والحمد لله حصلت على في الثانوية العامة على معدل 97 تقريبا في الفرع العلمي، وكان ترتيبي على المملكة ضمن أول 100 طالب على مستوى المملكة، وكان هذا إنجازا كبيرا. الحمد لله طبعا تم قبولي لدراسة البكالوريوس في طب الأسنان في الجامعة الأردنية الصرح العلمي الشامخ على حساب المكرمة الملكية السامية أدام الله سيدنا قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، ووفقه الله وسدد خطاه وأطال الله في عمره وأدام النجاح في هذا البلد وأدام البلد آمنا في ظل صاحب الجلالة. وطبعا في البداية واجهت صعوبة الدراسة باللغة الإنجليزية في الجامعة الأردنية كون التدريس لطب الأسنان في اللغة الإنجليزية، ولكن هذا أعطاني دافع أكبر أنني أبذل جهد مضاعف لتجاوز هذه العقبة، ومن فضل الله تجاوزناها والحمد لله حصلت من الخمسة الأوائل في كلية طب الأسنان. خرجت عام 2001 من كلية طب الأسنان من الخمسة الأوائل، والحمد لله بعد ذلك تم تعييني كمساعد بحث وتدريس في الجامعة الأردنية لغايات الإفادة، وتم بحمد الله إفادي إلى جامعة ملبورن في أستراليا، وهي من الجامعات المرموقة على مستوى العالم لدراسة الماجستير والدكتوراه. والله هي كانت ليست التجربة السهلة في البداية، عندما ينتقل الإنسان من مجتمع إلى مجتمع آخر ومن لغة إلى لغة أخرى، هناك يشعر الإنسان بنوع من التغير المفاجئ ويجد صعوبة في التأقلم، سواء تأقلم مع المجتمع أو من أجل أن يستوعب اللغة المتحدث بها في هذا البلد وهي اللغة الإنجليزية. نعم كان له دور كبير في مساعدتي، ولكن استلزم مني مضاعفة جهودي لتجاوز هذه الصعوبة، وأعطتني دافع أكبر للإصرار على النجاح وأن لا أستسلم
وان استمر دائما. اكيد لما بتحتك او بتكون بتعامل مباشر مع النيتيف سبيكرز حتى اثناء دراستك والبروفيسوريه المشرفين عليك كلهم نيتيف سبيكرز، فدائما اللكنه بتختلف وممكن حتى الواحد يفهم بعض الكلمات بشكل او معنى ثاني. نعم صحيح 100%. هاي كانت المشكلة الرئيسية في أول 3 شهور من وصولي إلى أستراليا، ولكن بحمد الله مع الصبر والمثابرة وحب التعلم وحب تجاوز العقبات أعطتنا دافع أن نستمر وأن لا نجعل هذه العقبة تقف في طريقنا وفي طريق طموحاتنا وتحقيق الهدف الذي ذهبنا من أجله، وبحمد الله استطعنا أن نتجاوزه. نعم صحيح، في البداية كان على أساس أن أبدأ في مشروع بحث لغايات الحصول على شهادة الماجستير، ولكن توسع البحث وكانت نتائجه مهمة، فاقترح علي المشرف بأن تكون مدمجة رسالة ماجستير مع رسالة دكتوراه، وأخذت بنصيحة المشرف والحمد لله أتممنا بحث الدكتوراه، وتم نشر بحثين من رسالة الماجستير في وقائع مؤتمر عالمي مهم في إيطاليا، وكذلك تم نشر بحث من مشروع رسالة الدكتوراه في مجلة علمية مرموقة تسمى Developmental Biology، وهي من المجلات المرموقة على مستوى العالم، وهاي يعني تدل على بحمد الله أن النتائج التي استطعنا أن نحصل عليها بتوفيق من الله عز وجل أن تكون ذات بصمة. بعد حصولك على الدكتوراه ما كانت الخطوة التالية؟ طبعاً بعد حصولي على شهادة الدكتوراه كان الهدف الرئيسي أن أعود إلى بلدي الحبيب الأردن لكي أنقل خبرتي البحثية والتعليمية والتدريسية إلى الجامعة الأم، الجامعة الأردنية التي احتضنتني والتي تكفلت بجميع تكاليف دراستي وإقامتي وجميع المصاريف التي أحتاج إليها في الخارج، وأنا أقول لها كل الاحترام وكل يعني لا أستطيع أن أجد الكلمات التي تعبر كم أنا ممتن للجامعة الأردنية الأم ولبلدي الأردن الذي أتاح لي هذه الفرصة، فمن واجبي وأقل من واجبي أن أكون جزء من تحسين العملية التدريسية والبحثية ونقل الخبرات. بعد حصولي مباشرة على شهادة الدكتوراه مباشرة والتحقت بعملية محاضر متفرغ لغاية حصول الشهادة الرسمية، تم تحويل مسماي من محاضر متفرغ إلى أستاذ مساعد، ومن ثم قمت بعدد من الأبحاث، وبالمناسبة قدمت ضغط النقاط المطلوبة للترقية من أستاذ مساعد إلى مشارك. دكتور، حصلت على ترقياتك بالرتب الأكاديمية كلها من الجامعة الأردنية؟ نعم صحيح، أنا تقدمت للترقية من أستاذ مساعد إلى مشارك في الجامعة الأردنية، والأبحاث جميعها قمت فيها في الجامعة الأردنية، ثم بعد أن ترفعت إلى أستاذ مشارك سافرت إلى أستراليا لمدة عام في إجازة. كانت سباتيكال؟ كانت الإجازة بدون راتب يعني حسب اختياري، وأثناء هذه الإجازة عملت بالتدريس في جامعة ملبورن، والهدف منها اكتساب خبرة تدريسية، وعملت بالأبحاث في جامعة ملبورن وكذلك لاكتساب خبرة إضافية في البحث العلمي ما بعد شهادة الدكتوراه، والحمد لله بعد انقضاء هذه السنة قدمت إلى جامعتي الأم الجامعة الأردنية لأستمر في مساري
البحثي والأكاديمي والعطاء المستمر. عدد الأبحاث التي نشرتها جميعها في مجلات عالمية مرموقة ومحكمة وفي مختلف الدول، بعض منها في تابعة لأستراليا، بعض منها لأمريكا، بعض منها لبريطانيا، لليابان، للنمسا، الدول الأوروبية، في تنويع في المجلات من مختلف أقطار العالم. دكتور، بتعتقد أنه الطلاب لما بتختار طب الأسنان بيكون عن معدل، ولا في طلاب فعلا تدخل طب أسنان عن حب؟ والله أعتقد أنه في نوعين، بعض الطلاب يدخل عن رغبة وهم بالعادة الأكثر نجاحا في هذا المجال، لأن الرغبة هي الدافع الحقيقي للنجاح. بعض الطلاب يعني ممكن أن يكون عنده هذا الخيار الأول حسب نصيحة المجتمع، حسب نصيحة الأهل، ومع ذلك يعني كمان في فرصة أن ممكن أن يحب التخصص ويستمر فيه وينجح فيه، ولكن دائما الرغبة هي الأولوية الأولى، هي الأفضل. فعلى سبيل المثال أنا اخترت السلك الأكاديمي والبحثي لأنه يوجد لدي شغف وحب للبحث العلمي والعمل الأكاديمي والتدريس، ولذلك لم أجد فيه أي صعوبات، لم أجد صعوبات في أن أقوم بالأبحاث والدراسات ونشر الأبحاث. نعم صحيح، هذا الكلام السليم، إذا كان الإنسان يرغب في مجال معين لن يجد فيه، هو العمل الإداري له بعض السمات التي تحسن من أداء عضو الهيئة التدريسية. فالاهتمام البحثي والأكاديمي لوحده بدون أن يكون هناك عمل إداري قد لا يكون شمولي لعضو الهيئة التدريسية. أنا أجد نفسي أكاديمي أكثر، ولكن عندما دخلت في الإدارة أنا كذلك أحببت الإدارة، لأن الإدارة هناك آفاق أخرى يطلع عليها الإنسان عندما يدخل في العمل الإداري. طبيعة الإنسان ممكن أن ينتقد الإداريين أحيانا لعدم دخوله في العمل الإداري، فأن تكون أكاديمي وأن تشغل مكان إداري فهذا يجعلك أنك تقدر لماذا مثلا الإداريين يتخذون هذا الإجراء أو يتخذون هذا القرار. من فضل الله أنا أعامل طلابي كأخواني الصغار أو أبناء، لا أجعل حاجزا رسمي بيني وبين الطلاب. عندما يدخل طالب إلى المكتب يريد أن يسأل سؤال، فأنا أتخيل بأنه ابني أو أخوي يدخل إلى دكتور عضو هيئة التدريس يريد أن يسأله السؤال، فأضع نفسي في متعامل على هذا الأساس. ومن فضل الله يعني جميع الطلاب، ومن فضل الله علاقتي طيبة معهم وباستمرار يعني في تواصل بيني وبين الطلاب، ولا أدع أي سبب لانقطاع هذه العلاقة. أنا على قناعة تامة بأنه يجب أن يزداد البحث العلمي بعد الأستاذية، وأن يكون مستوى الأبحاث العلمية بعد الحصول على درجة الأستاذية على مستوى أعلى، لأنها خبرة بحثية وهي تراكمية، فيجب على كل أستاذ أن لا يقف عند هذا الحد، بالعكس يجب أن يكون له دافع أكبر أن يقوم بإنجازات بحثية أعظم من التي أنجزها سابقا. الحمد لله والدتي وزوجتي هما لهم أكبر الدور في تشجيعي، ودائما الصبر، يعني دائما يوصلني بالصبر، وأن الصبر هو مفتاح الفرج، وأنه يجب أن لا يكون الإنسان عجول،
يجب الإنسان أن يبذل قصارى جهده ويكون صبورا، وبإذن الله ربنا ييسر أموره ويحقق. الحمد لله عندي ولدين فهد ودخيل. فهد طبعا عمره 9 سنوات في الصف الرابع، ودخيل 5 سنوات في الصف التمهيدي اللي هو الكيجيتو. تجربة الإي ليرنينج هي تجربة إيجابية بالنسبة للمواد النظرية. طبعا أنا أعتمد في هذا الكلام حسب بحث مشترك مع مجموعة من الأعضاء التدريسية في كلية طب الأسنان في الجامعة الأردنية. عملنا استفتاء للطلاب حول تجربتهم بالنسبة للتعليم الإلكتروني. طبعا كانت النتائج إيجابية بالنسبة للمواد النظرية أو الأجزاء النظرية من المواد العملية، ولكن المواد العملية التطبيقية فالطلبة لم يكن تقييمهم إيجابي له، لأن الجانب العملي يحتاج أن يقوم في المختبرات بها الطالب سواء في المختبر أو في العيادة، يحتاج إلى القيام به على أرض الواقع لكي يحصل على الخبرة والنتيجة المرجوة من المساقات التدريب. طبعا في البداية جلالة سيدنا هو رمزنا الأعلى، وإحنا دائما نتمنى لجلالة سيدنا وأنه يهيئ له دائما يسدد خطاه، وجلالة سيدنا هو الرمز الأعلى ونحن دائما نتمنى له النجاح والسداد، ونتمنى له طولة العمر، ونتمنى أن يبقى هذا البلد آمنا ويحميه من كل ضرر. طبعا إذا أتيحت لنا الشرف أن نلتقي بجلالة سيدنا، وهذا يعتبر شرف عظيم لنا، أن نشكر جلالة سيدنا على الجهود المستمرة في تطوير هذا البلد الصغير والصغير بمقدراته. صحيح، ولكن كبير بكفاءاته، ولكنه كبير بإنجازاته والكفاءات والموارد البشرية التي فيه. وكان لجلالة سيدنا والعائلة والأسرة الهاشمية الكريمة كان لهم أكبر الدور وكل الدور في الارتقاء بالأردن وجعله في مسار الدول العالمية ذات البصمة والأثر الكبير في المجتمع الدولي، وأصبح نموذج يحتذى لكثير من الدول في التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة والتعامل مع جائحة الكورونا والتعامل مع المعضلات التي تواجه العالم بأسره. ونحن كذلك نشكركم لاستضافتكم لنا، ولكم منا كل الدعم، ويعني الصراحة انتوا دور فعال وجهة صحفية مستقلة ذات سمعة طيبة وذات إنجاز وذات بصمة، ولكم منا كل الدعم وكل الاحترام والتقدير، ونشكركم لأتاحتنا هذه الفرصة، ولا نجد من الكلام ما يعبر عن شعورنا للتعبير عن الشكر. يا رب كل عام وانتم بخير، وسيد البلاد بألف خير، والأردن بألف خير، وربنا يحمي الأردن قيادة وشعبا وأرضا من كل الصعوبات.